بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقص عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين. في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار
يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة. مولاي أمية، لا لا يكفي. كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقري، هو كل ما بقي لي. الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام ولدي. كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟ لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان. قافلة الشام، أرى طليعتها. سبقت موعدها. زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين. كم نذبح؟ 70؟ اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها. من علم القوم؟ من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب. حز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين. نعم، 7 أطوال. عشرون دينارا لزوج أبي سفيان. خذيه بما شئت يا مولاتي. 15. هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها. يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء. لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟ ترى ما أصاب ابن أخي. لماذا لا توقفه عند حده؟ ربما يتغير
يتغير وقد بلغ الأربعين؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعداً في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة. إن رجلاً يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا، مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة، جحود، تمرد. أخشى على محمد من نفسه. يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم. يا أبا طالب. على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام. طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار. أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ
باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل. جبريل؟ عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ومن عرف ما تعرف يا زيد؟ أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر. وأنت؟ أنا ابنه بالتبني. احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟ لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف. الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟ يرى أن هذا شأن بني هاشم. كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟ مصعب، من هذا؟ جعفر. ما بيدك؟ سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه الفجر، تخرج أنت يا عمار.
عمار، أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي. هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة. ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك. أنا أصغي لمحمد يا أماه. محمد؟ مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس. ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة. الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للآباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟ وأمك لم تكره على شيء كما أظن. أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يأتني يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة. إنه العرف يا سمية. بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد. علي أن أدرك الفجر مع الرسول. امضي يا ولدي، امضي إلى محمد. إنه رجل مبار. رجلان يتبعان. اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ. ولكنه يستطيع أن يتكلم. ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضاً أتكلم. ماذا يقول محمد؟ هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله. أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي. إنه لا ينسى حرفاً مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن. محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟ نعم، ولكن قلبه متفتح. أنت اركله تقديرا لفصاحته. لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة،
كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفذ الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة، ليس الله سلعة تباع وتشترى. ستعلمك الصياط، احذر وانتبه يا فتى. عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟ نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط. هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص. بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال، اجلده، اقتله. اجلده. أطيعه يا بلال. افعلها، أبقى على نفسك. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك. أحد، الله أحد. من هو الأقوى؟ أحد، أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد، أحد، الله أحد. ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد. أمية، أمية، أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال. مهلا، مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية. أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟
نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟ خذوه، لا حاجة بي إليه. طاعتي حق عليك ما دمت حيا. لماذا تثير غضب أبيك؟ لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه. لا تقل يا أختاه. ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي. وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء. محمد منحني الطمأنينة والسلام. دعه يخرج وليلحق بالصابئين. ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل. إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء. مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعونه. وماذا تقول عنا العرب؟ شباب مكة يقودون شيوخها؟ قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالاً، وإن كان يريد جاهاً جعلناه سيداً علينا، إن كان يريد ملكاً ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة. الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق. ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من
الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر. أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط. لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب. أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أبعدوهم عن الكعبة. ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله، احموا رسول الله يا قوم. حمزة، حمزة، باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالاً بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. يا محمد، يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران. من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟ كلما زدناهم عذاباً يزدادون قوة. من أين يجيء بكلماته؟ لا أدري يا هند. كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟ ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلاً لا ندرك سر قوته؟ محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه. إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباع الضعفاء. لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! هيا تذهبين إلى سمع مع زوجك! سمية! اتركوه! اتركوه! ياسر! 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 يا لا! 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 والدي! تعال معهما، قيدوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله
محمد رسول الله. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. لا 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 أمي الرحمة. أشهد أن محمداً رسول الله. لا 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 هبل هبل هبل. اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شقي 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 شقي. أين إلهك الواحد لينقذك؟ لا! اخرجوا اخرجوا يا إخوة الإيمان. اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي. يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتلوا والدي أمامي،
تكرهوني على النيل منك يا رسول الله؟ غفرانك ربي. اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أمان لكم هنا. أمرنا رسول الله أن نترك مكة. إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا. يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. اخرجوا الآن حالا. فرسان احترسوا. Thank you.
وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة. وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان. أفلتوا؟ تلاشوا. محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء. ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عم، ألست صديق مليكها؟ أظنني صديقة. هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟ وسعي أن أعيد الهاربين. إذن إلى الحبشة. هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟ ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي؟ حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالصلاة
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة. أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة. نعم نعم نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم
وكل من يواليه من قريش. أجل، لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. محمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن. هشام، زهير، ما معنى هذا؟ نريد تمزيق هذه الصحيفة. هذا العار. أنزلوا هذه الصحيفة. لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم. تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال. على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم. هيا. هذا أمر دبر بليل. يطالبون بمعجزة، ها هي أمامه. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قوتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات. نعم، اليوم وغدا يا هند. هان أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم. وكيف هو يدعون إلى ما لا نطيق؟ قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب،
يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه. لم يطلب منكم غير كلمة واحدة. لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا. أتخشون أن تسمعوا إليه؟ ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة الآن وبلا إبطاء. يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان ولا أبو جهل ولا أبو لهب. إلى الطائف ثانية المدائن العربية يقبل النبي ومعه متبناه زيد، في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش. نصراني، مني نوى، خذها إلي. الدماء تسيل من قدميه. إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟
إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا. لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم. واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين، إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون. مهلا يا قوم، إنكم تبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا. والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا. على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام. جاء يوم الفصل، من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلاً هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، آثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة. محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول.
بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير. لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده. لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد. وأنت ماذا تفعل؟ سأنتظر وأتربص. إلى متى؟ إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى. وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟ سأعتنق الإسلام. هل يظن أن يترك له مسقط رأسي؟ لا، إن أثرب تستحق التضحية. النفاق. نعم يا هند، النفاق والاعتناق. ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق. قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمراً فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل. تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شاباً فتياً وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي. لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات. لكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر. وإلى الأبد. علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس نحارب؟ لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا. لماذا تطاردوه هنا؟ المدينة تطارقها هناك. هذا أثرهم. أعراب يسيرون غربا؟ إني أعرف عملي. نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما. Thank you.
محمد، اخرج ولك علينا أن نعود بك حياً إلى مكة. احذروا، هذه المغارات مليئة بالأثاعي. محمد، انكشف أمرك، اخرج. ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق. وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا. لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب. جلت قدرة الله، لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق. هل من شيء؟ لا، ليس بعد. قلبي عليه وعلى أبي بكر. ماذا صنع بهما هذا القيد؟
لرسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على باطنك. حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد. بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. هنا رسول الله يحمل على كاهله الأحجار. ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل. يعلمنا أن العمل عبادة. في 53. وكم عمرك أنت؟ Thank you.
بإرادة الله تم بناؤه. كيف ندعو إلى الصلاة؟ صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين. إن وافق رسول الله. وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال. أنا؟ لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. يا إخوة الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله. لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذا، محمد ينصب نفسه سلطانا. كيف حال ولدي عندكم؟ فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟ ستحرق البيت كله إن لم تقطع. إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة. ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس، غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم. انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقاً. لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها. قالها قرآن. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته. اللعنة.
إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا. هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا. أيها المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة. لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟ هل أسمع شيئاً عن القتال؟ وهل لديكم حل آخر؟ والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله. لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم. اذهبوا إلى أعمالكم. نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم. هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا. فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة. عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله. لا قتال حتى يأذن الله. بلال، انظر إلى الشمس. لم يحن وقت الصلاة بعد.
استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! أول سيف في الإسلام. أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب. لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضة. لا تقطعوا شجرة. لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه. قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم. والآن إلى أضارب. محمد! محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم! كم عددهم؟ 300 وبضعة فرسان. سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟ 70. سيكون لنا 170. 20 ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر. سنجعلها حفلاً! هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها. حرب لا خسارة فيها! إلى أن نلحق بكم. Thank you.
خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم. أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غرباً بعيداً عن آبار بدر. يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان. إذا واصلت السير ليلاً أفلتت من قبضة محمد عند الصباح. أنسيت مقامك في قومك؟ مكانتي رهن بسلامة هذه الإبل. نعم، اليوم مكانتي هي هذه الأموال. يكون بأنفسهم إلى الهاوية. أبو سفيان آثر الاتجاه غرباً مبتعداً عن بدر. إذن القافلة في أمان. أرى ألا نحاربهم. لا نحارب؟ لما نشن على قومنا حرباً قد تظل مشتعلة 40 سنة. تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد. اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم. أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب، الحرب. هل انتهيتم؟
معنا. خافوا الهجوم، كل مكتوب في مكانه. محمد غور الآبار، يجب أن نصل إلى ذلك البئر. لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو أنضحوهم بالنب. أخرجوا إلينا شجعانكم. من أنتم؟ يا محمد، أخرج إلينا نظراءنا من قومنا. ارجعوا. أخي شيبة وولد الوليد وأنا. انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. Thank you.
هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هانيبال تقدموا. إنهم يتجمعون. تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم. Oh!
رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى. لو كنا مكانهم لقتلونا. علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى. لا تسحبوهم مربوطين. قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟ لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش. كفى! كفى! أغربوا عني! كفى نباحا! هل أحتاج إلى من يذكرني أبي؟ أخي؟ عمي؟ أحتاج إلى من يذكرني أبي أخي عمي. محمد، علي، حمزة. بأظافر يا حمزة، بأظافر يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة. حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأمزقك يا قاتل أبي. سأمزقك يا قاتل أخي. سأمزقك يا قاتل عمي. عندما تموت سأشرب من دمك. سأشرب من دمك. كفي عن العويل يا هند. كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقهر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
أهذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرين أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟ لا أحد يحرس دكانته. إن الله يحرسها. من أين أنت؟ من اليمن. هل مررت بمكة؟ كانت في طريقي. هل مكثت بها؟ نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا. وما أخبار الصحراء؟ لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة. قواتنا تكمن هنا. لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت. يعتلي صهوة جواد. استمروا. عبد الحبشي اسمه وحشي، اسمه من صفاته. وزنك فضة وألبسك الحرير مقابل رمية كهذه. أخيرا جاءوا.
سنعرف عددهم. جيش كثيف، 3000، فيهم مئات الفرسان. قهرناهم في بدر. كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. اذهبوا وأعدوا سلاحكم. والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وابق. حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك. عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني. يقودهم خالد بن الوليد. خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي. حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟ رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم. لا عليك، رسول الله جعل 50 من أنهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا. زيد، قل للرسول نحن مستعدون. أعلو هبل! ماذا ترى يا حمزة؟ إنهم أكثر عدداً، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا. كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم. رماه! استعدوا!
الشهيد حمزة سوف نصل. لم يعد ما يدعو لبقائنا، نصيبنا من الغنائم. التزموا أماكنكم، لا تخالفوا عن أمر رسولنا، إنكم تكشفون الجناح الأيمن للجيش. فزنا المعركة يا أخوان، جيشنا قد انكسر. ليس بعد. النصر نصرك يا خالد. لا يزال هناك، ولكن ثارنا لبدر. لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد. إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا.
يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. قول هبل. يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. العزة لنا ولا عزة لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. حمزة، حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبدة. خسروا المعركة، ألقوا السيوف ويحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء. يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم. يقاتلون في سبيل الله كما يقولون. مكة هي غايتهم، وسيأخذونها عندما يرون النجوم في الظهر. لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن. فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام. ماذا تعني؟ بلا سلاح. بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟ يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم.
الزموا اماكنكم، لا يستفزونكم، هذا مرادهم، لا تتحركوا. لك السلام. إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله. أقبل مفاوض آخر. سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة. محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا، اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا،
والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله. عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت. هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله. لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم. الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟ جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله. لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله. لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي. رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه. عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين. يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول. سأكون بعون الله. كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟ أين محمد ليكلمه؟ رسول الله في المسجد. يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد. يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟ أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان، كيف أهان؟ لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت.
لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده. لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب. نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان. ماذا أقول؟ هزمت وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟ وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟ ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟ أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله. القبائل ما زالت تتوافد، سنصبح 10,000 قبل الغروب. الآن وقد عدت، نستطيع أن نقاتله. نحصن البيوت، نسد الطرقات. عبثاً تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل. جبان، نموت ولا يدخلها محمد. عودي إلى الدار يا هند. جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين. حمقاء، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة. سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة. مكة أراها حتى من خلال جبالها. يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجباً، أشم رائحة خبزهم. ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دماً على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي. جئت تسلمنا مكة. لن تشركني في خبزك، أعرف. ربما لأنكم تريدون قتلي.
أقل ما جئت من أجله. رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن... أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟ أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟ لا يزال بعض الشك يراودني. لو فصلنا رأسك زال الشك كله. لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء. أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى. أنا لست إلا ما أعطاني ربي. نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب. ادخلوا بيوتكم، جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة. بيوتكم. جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة. ادخلوا بيوتكم.
وعدهم لم يقتحموا بابا واحدا. إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر. يؤلمني لقاؤه. يجب أن نظر للناس يا هند. هل كنا على ضلال؟ نعم، كنا على ضلال. أخذتنا العزة بالإثم. كانت آلهتنا أصغر شأنا منا. أهو الآن إنه يقترب من الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة، اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد الصلاة. Yeah.